طيب اليوم يوم تقول هذه معلومة أنت يمكن قلتها 3 مرات من بداية الحوار أنه 50% من تشغيل الكهرباء اليوم باستخدام الغاز، هذه وش الفرق اللي تصنعه؟ أرخص طاقة كهربائية وصل إليها العلم إلى الآن هو باستخدام الغاز، لا يوجد فيها. أنت ترى الآن كيف يعني الشرايين الغاز الممتدة إلى أوروبا، كيف روسيا استطاعت أن تتحكم في القارة الأوروبية بسبب شرايين الغاز التي تمد فيها 13 خط غاز. الغاز هو المصدر أكيد الأرخص في إنتاج الطاقة، لا يوجد منافس الآن لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، هو الأرخص. لكن عندما نتحدث عن تنوع الاقتصادي في إذا تسمح لي قبل التنوع، الأرخص مع بقاء الجودة، الأرخص والأكثر كفاءة والأكثر تواجدية والأقل تلوثا من الهيدروكربونات الأخرى. لاحظ معي أن المملكة العربية السعودية إنتاجها الغاز، كل إنتاجها الغاز تستثمره في الداخل لضمان سلاسل إمداد أكثر وعوائد أكبر من عملية أن يتم بيعه للخارج، وهذا من أحد الفوائد للغاز السعودي أنه يستثمر في الداخل، أن هناك شبكة غاز ممتدة على امتداد خريطة الوطن، ومشاريع كبيرة جدا التي سمعنا فيها حقل الجافورة في الأحساء، 110 مليار ريال استثمارات في حقل الجافورة، شيء يعني أكبر حقل للغاز، إنتاج الغاز الغير تقليدي سوف يكون في العالم في حقل الجافورة في الأحساء. يعني مشاريع جدا ضخمة في مجال الطاقة الحمد لله.